أنا بوعدك أنه أوفي بكل الوعود اللي وعدتك ياهن وكل حرف قلت لك ياه. إيه؟ طلعت انت لك انا؟ طلعت انت سبب هالمشاكل وكنت دائما موجود بيناتنا، كنت قدامنا كلنا وببيتنا ومع عائلتنا، وكنت كل الوقت مع بريتا وعم تضحك عليها وعلينا. كنت انت طعنتنا كلنا بظهرنا بريتفي، انت خنتنا كلنا. كيف ما خطر لي تكون انت يا بريتفي؟ كيف؟ أنا؟ كيف خنت؟ شو سبب المشاكل؟ شو عم تحكي أنت؟ أنا ما عم بفهم عليك. كل شي كان عم يصير قدام عيوننا، كل شي. أنت كنت قدامنا كل الوقت ونحن كنا عم ندور على المجرم الحقيقي برات بيتنا. شو؟ أنت شو عم تقول؟ ليك ما تحكي شي ولا حتى كلمة واحدة. أنا من شوي شفتك عم تسلم عليه، ما رح كذب عيوني. أنت هلأ قبل شوي صافحت بإيدك الشخص اللي قتل رفيقك، مانك خجلان؟ لا يا ريشاب. اللي أنا... انت ليش بتكرهنا هالقد؟ انت بتكرهنا كتير يا بريتفي، شو سبب كل هالكرهات؟ شو السر يلي مخبي علينا كلنا لدرجة انك تقتل ريتفيك وهو كان بالنسبة إلي أخ وأعز من أخ؟ أنا اليوم انتهيت، اليوم انكمشت كمش اليد، مو مهم اخترع أي عذر، هذا رجل الأعمال التافه ما رح يصدقني. بس يا بريتفي ما لازم تستسلم، أنا لازم أفكر، يمكن أنا لازم أقلب عليه. بشو عم تفكر؟ عم تفكر بطريقة لتهرب؟ ما فيك تهرب، لو ما كنا بمركز الشرطة هلأ كنت قتلتك وما حدا خلصك. اوعك تفكر رح تخدعني وتقلي إنك هون لتشوف ماهندرا، لأنه ماهندرا قال لشرطي إنك هون لتشوف بيلا، مو جاي من شانه هلأ، فهمت؟ هلأ كل شي انقلب ضدك أنت. أنا؟ إيه أنت طبعاً. الشرطة والمحققين قالوا إنه أنا صار فيني إثبت إنه أنت اللي اتفقت مع بيلا لقتل ريتفيك، لهيك لعاد تكذب أكتر. وهلأ قال لي ليش أنت هون؟ يلا يلا حكي لي أنت ليش هون؟ ريشاب إيه أنت معك حق، أنا أجيت لهون لحتى أشوف بيلا. معك حق، انت مزبوط شفتني عم سلم عليه من شوي وانا ما فيني انكر هاي الحقيقة ابدا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.